ومع اقتراب العام 2020 من نهايته، ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن الملف الأكثر جدلاً هذا العام، ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينضم إلينا علي شندب، كاتب وصحفي لبناني عبر سكايب من طرابلس. أهلاً ومرحباً بك أستاذ علي. أهلاً وسهلاً. سلام. شهد عام 2020 حالة من الهرولة غير المسبوقة من بعض الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لم نشهدها منذ اتفاق وادي عربة. إلى ما ترجع هذه الحالة من الهرولة من قبل بعض الأنظمة العربية؟ مساء الخير لقناة الرافدين حياك الله في كل مكان. سيد الكريم، علينا أن نضع الأمر في سياقه الاستراتيجي. النكبة الحقيقية التي تعيشها الأمة هي نكبة العراق، نكبة فلسطين هي النكبة الممهدة لنكبة العراق. قبل نكبة العراق كانت فلسطين قضية العرب المركزية الاستراتيجية الوحيدة. كان لكل مواطن عربي هويتين، هوية بلده وهوية فلسطين. الآن بعد ما حصل في العراق من غزو واحتلال وتغيير ديموغرافي ودينوغرافي، وتوغل المشروع الأقليمي والدولي المعادي للأمة العربية والمعادي لفلسطين، وتوغل انطلاقا من العراق في بقية المنطقة العربية، بات بإمكاننا أن نضع السياق الاستراتيجي لهذا المسألة. أنا أعود وأكرر بأن فلسطين واحتلال فلسطين من قبل الإسرائيليين الصهاينة هو النكبة الصغرى، أما النكبة الكبرى فهي احتلال وغزو العراق. وفي هذا السياق الاستراتيجي علينا أن ننظر وعلينا أن نتابع وعلينا أن نرصد سبب التطبيع الذي جرى انطلاقا من الخليج في العربي وصولا إلى المغرب والسودان والقافلة مستمرة. نحن في درك هائل. المخاضات لم تتولد بعد عن إرهاصات جديدة. السؤال الذي يجب أن أطرحه الآن، لماذا أسميتم ما حصل في العراق بأنه النكبة الأكبر؟ ما الذي حصل في العراق سيدي الكريم؟ البوابة الاستراتيجية، الجدار العربي العالي، الجبهة الشرقية، الدولة العربية التي كانت صانعة لتوازن استراتيجي سواء باتجاه فلسطين المحتلة أو باتجاه القوتين الإقليميتين الجارتين اللدودتين بنسب متفاوتة للعرب، وأعني بهم إيران وتركيا. العراق كان صمام أمان الواقع العربي برمته، وما إن انهار هذا الجدار حتى بدأ التداعي يصيب كل الجسد العربي. تبين بأن العراق هو قلب العرب الحقيقي، لأنه ما بعد 2003 حتى اليوم والأمة في 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 نزول إلى ما بعد قعر القعر، وما يحصل اليوم هو نتيجة طبيعية جدا. طيب أستاذ علي، العراق يعني في قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما هو الدور الذي لعبته الانتخابات الأمريكية الرئاسية في إتمام صفقات التطبيع بين الكيان الصهيوني وبعض الأنظمة العربية؟ سيد الكريم، بدون شك يعني هناك حالة إقليمية مخيفة. هناك إيران دولة متغولة ترفع من القضية الفلسطينية شعارا للتجارة فقط لا غير، وبالتالي وبالمقابل هناك واقع عربي آخر. أساسا دول الخليج لم ترفع يوما شعار فلسطين وتحرير فلسطين، ولم ترفع هذه الشعارات التحررية الوحدوية، لم ترفع كل هذه المسائل. هي ومنذ البدء تعتبر في إطار المحميات الأمريكية والغربية ووفق حصانات واتفاقات إلى آخره. وبالتالي العرب عملوا كل ما يمكن، النظام الرسمي العربي وتحديدا دول الخليج العربي برمتها عملت كل ما يمكن أن يعمل من أجل أن ينتخب دونالد ترامب للمرة الثانية،
وقدموا كل هذه المسائل على ترامب يفوز، وعله يعني هم لربما يمنون النفس بتحقيق نوع من التوازن الاستراتيجي على المستوى الاقليمي. طيب، هل هنالك ربط ما بين التطبيع وما يسمى بصفقة القرن التي وصفها الفلسطينيون بأنها فشلت؟ صفقة القرن سيد الكريم هي مقتل صفقة القرن عندما كان ردت فعل العرب ما دون الخجلة عندما أعلن ترامب بأن القدس هي عاصمة الكيان الإسرائيلي، وعندما أعلن الجولان رسميا بأنه جزء من الأرض الإسرائيلية، وقبل هذين الحدثين لم تتحرك الأمة العربية أيضا تجاه الحدث الذي مهد لهذين الحدثين عندما قرر الكنيسة الإسرائيلي منع رفع الأذان في القدس والمساجد في فلسطين محتلة، وردت الفعل في الشارع العربي والإسلامي كانت ردت فعل معدومة إلا ما ندر من القليل القليل، وبالتالي نحن كنا أمام فلسطين واحدة. اليوم للعراقي فلسطينه، اللبناني له فلسطينه، الشعب السوري له فلسطينه، الليبي له فلسطينه، باتت أقطارنا تسبح بالدماء، وأصبح لكل قطر عربي فلسطينه الخاصة به، وهذا الأمر ساهم في إنهاك الواقع العربي. نعم. وبالمقابل ساهم أيضا بتغول إيران وبتمدد نتنياهو الذي وصل إلى تشاد والنيجر، وأعلن رئيس تشاد من تل أبيب، كما كلنا يعلم بأن القذافي رحمه الله هو من كان يمنعه من التطبيع مع إسرائيل. إذن عندما ضربت هذه الدول التي كانت ترفع شعار فلسطين والوحدة العربية من العراق إلى ليبيا إلى اليمن، من الطبيعي جدا أن تتهاوى بقية الأنظمة العربية في سياقات تطبيعية أو ما شاكل ذلك، لأنها أبدا هي لم يكن هذا الأمر شعارها، حتى في ظل يعني في أحسن الأحوال كان هناك كلام عن التضامن العربي وليس عن وحدة المعركة والمصير وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر. مع الأسف الشديد هذا هو الواقع، لكنه واقع غير ميؤوس. طيب، منه إن شاء الله. الخطة الأمريكية أو صفقة القرن تتضمن ضم القدس إلى الكيان الصهيوني وإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام. هل ترى أن الأنظمة التي ذهبت إلى التطبيع يمكن أن تواجه شعوبها بهذه الحقائق، أم كيف يتم تسويق اتفاقات التطبيع إلى شعوب هذه الدول؟ سيدي، التطبيع هو تطبيع على المستوى الرسمي. نحن لدينا أهم وأول تجربة تطبيع هي مع مصر بعد كام ديفيد، ونجد بأن الشعب المصري كيف لفظ هذا التطبيع ورفضه، ولا يوجد أي كلام عن تطبيع في الشعب المصري. الوجدان الجمعي للشعوب العربية للأمة العربية والإسلامية هو وجدان مع فلسطين، وقلبه مع فلسطين ومع بلاده العربية والإسلامية، وبالتالي السياسات الرسمية والتطبيع المفروض الآن على بعض الدول العربية طوعا أو كرها هو تطبيع فوقي لا يعبر عن إرادة الناس ولا يعبر عن إرادة الشعوب العربية، وبالتالي الشعوب العربية سوف في الخليج خاصة سوف يكون لها موقف. السياق التاريخي للأمور يقول هذا، لكن هذه تجربة جديدة لا بد من تفحصها ومراقبتها بشكل جيد، لكن بكل الأحوال صفقة القرن وتداعياتها وأبعادها يعني مسألة جد خطيرة. ردة الفعل في الشارع العربي ضد التطبيع عندما وقعت الإمارات والبحرين لم يكن هناك اعتصام واحد، مظاهرة واحدة. أمس المغرب مثلا على سبيل المثال، رئيس وزراء المغرب العثماني هاجم الإمارات لأنها طبعت، وإذ به بالأمس هو شخصيا يتولى التفاوض والتطبيع وزف البشرة، يعني المسألة هكذا هو الواقع العربي المأزوم. طيب، عمليات التطبيع بحسب مراقبين استفادت من مشاكل تعاني منها الدول المطبعة، تعهدت أمريكا كرفع السودان من قائمة الإرهاب أو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لكن بما يمكن تفسير تطبيع الإمارات والبحرين مثلا؟
سيدي الكريم يعني ثمة رأي كبير وواسع يقول بأن الإمارات والبحرين وقبلهم قطر وغيرها لديهم بالأساس علاقات كانت تسمى تحت الطاولة. أنا صراحة لا أفاجأ، يعني لم يفاجئني خبر أو نبأ تطبيع الإمارات والبحرين، ولم يفاجئني أيضا بيريز عندما زار قطر، ولا يفاجئني نتنياهو عندما يقال أنه زار مسقط وقد يزور بلد خليجي أو عربي. لا تفاجئني هذه الأمور أساسا. هم بهذا المعنى خارج معضلة الصراع مع إسرائيل، وهم من تكلم عنهم يوما بيريز وتكلم عن عقول اليهود وثروات العرب، وهم يرددون هذا، وهم والمقصود بهم النخب الحاكمة تردد هذا المقال نقلا عن الإرهابي بيريز مثلا. وبالتالي الكارثة الحقيقية أن النخب العربية والإسلامية من حركات ومثقفين هم غائبون ومغيبون وبدون أي حراك فعلي رافض، وهذا أمر شجع المطبعين عندما لم يجدوا أن هناك ردة فعل بمستوى ردة فعل على الأقل شعبية، دعني من الرسميين، على الأقل على المستوى الشعبي لم يكن هناك ردة فعل بمستوى هذا الحدث، هذا أمر جلل، وسببه هو من أسبابه أن الأمة العربية نعم لم تعد ترى في إسرائيل لوحدها الدولة العدو المهددة لكيانها وأمنها ووجودها. هناك دول أخرى أصبحت تنافس إسرائيل على تقويض العرب برأي شرائح عربية واسعة. أنت ذكرت أن أول الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني هي بعد اتفاقية كامب ديفيد مصر عام 79 و900 وألف، لكن شعبها من الشعوب الأكثر رفضا للتطبيع إلى هذه اللحظة. السؤال الأهم هنا، هل يمكن الرهان على الشعوب العربية في رفض الحالة التي دخل فيها حكامها؟ سيدي الكريم، دعني أقول لك مسألة واحدة: وجدان الأمة هو في فلسطين وفي كل بلد عربي تعرض لعدوان. عملية واحدة في فلسطين ستقلب تابوت التطبيع من رأسه إلى أقمص قدميه. عملية فدائية بطولية حقيقية تؤكد على رفض الاحتلال. لا تنسى أن حتى نضال الشعب الفلسطيني في الداخل قد تغير وتبدل، لم تعد الأساليب الكفاحية القديمة لم تعد موجودة، تغيرت أساليب النضال، لم تتغير المبادئ ولم تتغير الأهداف. تبقى فلسطين والشعب الفلسطيني الرهان عليه، وكما الرهان على كل شعب من شعوب منطقتنا وبلادنا العربية في أن يطور وأن يحرر بلاده. فلسطين هي بوصلة وقبلة وقضية حية، ويتكالب عليها الشرق والغرب وأحيانا من بعض بني جلدتنا، لكن كل هذا لن يغير في سيرورة الشعب الفلسطيني عندما يقرر مواصلة النضال وعندما يقرر مواصلة الكفاح، وهو من سيقلب كل عربة التطبيع وقطارها وسائقيها وجميع الراكبين فيها. نعم، علي شندب الكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.